السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي صفحة الصوت تمارة مباشرة من مدينة تمارة وبالضبط حي النهضة، الملحقة الإدارية الثالثة والملحقة الإدارية الثامنة، وتحت تضامن مع قبيلة جيش الودايا نتمنى الخير. والوقفة الثالثة في نفس المكان بحضور مجموعة من أفراد قبيلة جيش الودايا، ويتساءلون ما هي الوضعية القانونية اللي ولاو واقفين عليها دابا، واش فعلا غتكون العملية ديال التعويض في أقرب وقت، أين وصل ملف ديال الاستدعاءات لبعض الأسر باش دير عملية ديال إجراء القرعة، وكذلك أين وصل ملف ديال وضع اللوائح النهائية العائلات المستفيدة داخل الملحقة الإدارية والجماعة والبشوية. تيس ميكرو يا
خويا قالوا لي عند الناس. لا لا خليها خلي تما سادي خاصنا نشدوه. رجعوا لورا راه وثق لي هذا في حد ميت ورد دخلنا حنا عشان ديش دي طريق قال ما كنتش غنعطيكم الصوت غنعطيكم الصوت كاين الميكروفون خدام تما عطي سيو الميكرو. السلام عليكم. السلام عليكم. فهمتي سيو السلام عليكم. يلاه على البركه على بركة. السلام عليكم. السلام عليكم. بالجد شوية الصوت ولا الميكروفون عطيه الميكروفون الصوت صافي. سير على الله سير على بركة. السلام عليكم. السلام عليكم. الصراحة من المؤسف أننا نلقاو راسنا عاوتاني مرة أخرى صوت أخرى من بعد ما كنا كنتسناو الجواب من السلطات. للأسف نفس السيناريو كيتعاود، لا جواب لا سلطة كتعبرنا، الناس واقفين حتى شي واحد ما جا قال لنا حتى شي كلمة. حنا بغينا نعرفوا غير الوضع ديالنا، المآل ديال هاد الناس، اللوائح في الوسطى كنطلبوا حق من حقنا فقط هو تتمة المسطرة والقانون اللي بديناه 62/17. للأسف أن هاد القانون وقف في المادة 5 من تاريخ 31/12/2023 اتسالات المسطرة، وصبرنا الشهر الأول والثاني والثالث وداز رمضان وقالوا لنا تسناو ومازال كنتسناو ومازال عندنا أمل. وللأسف كنلقاو راسنا حنا في شهر 5 وباقي ما كاينش اللوائح النهائية. أعطيونا غير اللوائح النهائية، بغينا نعرفوا راسنا غير هاد اللوائح فين محطوطين فقط، وهو حق بسيط من الحقوق ديالنا باش نكملوا المسطرة. فلهذا باقي أملنا في السلطات، الناس باقا كطالب باقا كتعاني. راه ما وقفوا الودايا هنا، فين عمرنا كنا كنشوفوا الوديي كيدير وقفه؟ فين عمرنا كنا نشوفوا الوديي كيسعى حقه؟ الله يخليكم، شوفوا من وجه هاد الناس، تكلموا ليهم. بغينا السلطات تواصل معنا، يكون مجال للحوار مع هاد الناس، طمنوا هاد الناس. بغينا نعرفوا فين هو حق هاد الناس، مادام كاين قرار، مادام بدينا المسطرة والقانون ديال 62/17 إلا وإننا كاعتراف أن هاد الأراضي سلالية وأن هاد الناس ودايا. كيف يعقل أنه بدينا المسطرة وحتى الأخير من بعد ما كنتسناو اللوائح والناس كتسنى التعويض ديالها تيتصلوا بينا باش ناخدو شقة وتيقولوا لنا بونيس، والزيادة على هاد الشي بونيس ونخلصوه. حنا الودايا ما بغاوش البونيس، حنا متنازلين على هادوك السكن ولا هذيك الشقة للناس اللي ديجا مخلصين فلوسهم وباقي ما سكنوش. الودايا ما بغاوش بونيس، الودايا بغاو حقهم فقط. وليهم ديو الصفيح اللي الناس يتساءلوا يقولوا ديو الصفيح الودايا واش ديو الصفيح؟ واش عمرك شتي شي دور صفيح فيه اكثر من 1000 متر؟ كيفاش ديو الصفيح؟ علاش بغاو يجيبونا مع ديو الصفيح؟ الناس راه كتسنى التعويض ديالها. حنا بدينا المسطره ديال الاراضي السلاليه، اذا هذا بحد ذاته راه اعتراف بان هادو راه ودايا. مادام خرجوا اللوائح المره الاولى ومادام تقدمت الطعون وتم البت في الطعون، حنا بقينا كنتسناو دابا اللوائح النهائيه. والمشكل من هذا الشيء الكبير هو اننا ما عارفينش راسنا من رجلينا بهذا المعنى. بمعنى حنا ما عارفينش دابا عام نشوف هي نورمالمون ما كناش عارفين اللي مشينا عنده ولا اللي طرقنا بابه كيرمينا لجهه اخرى. الكريمه شفنا الزراير ديال افرازي في الودايه، شفنا الفيلات ديال الودايه، شفنا القطارات ديال الودايه، شفنا الودايه كيفاش كانوا يعني جوج قطارات ثلاثه 10 تجري فيها الخيل. شفنا الناس عندها الخيل، شفنا عندها البهايم، شفنا عندها تبارك الله الكوارث، الخيرات ديال الله، القرعه، الفلاح، البنان، الخيرات ديال الله كتنتشر في الارض ديالو، وكان اللي مسكين القوت ديالو هو ديك الارض. كيفاش داير حال الودي اليوم بعد ما استوفى الملف ديال افراد جيش الودايه؟ جميع المساطير اشنو كيقولوا لكم السلطات المحليه دابا؟ راه للاسف من الحوايج اللي كتحس في النفس وكتضر في الخاطر هي ان الودي بهذا المعنى بعد ما كان وبخير وبخمير وبهذا المعنى عايش ومعيش
ولا كيجي يدق يسعى ويتسناهم وقتاش هو ولا كيسعى رزقه حقه ولا كيسعى كيفاش غادي تكون في نظرك كيفاش غادي تكون راه الناس محوزه عند ناس وحدين اخرين راه الناس راه بهذا المعنى ولات كتجمع فلوس الكرا وما كتاكلش في كرشها راه الناس بدلات ولادها مدارس خرجاتهم من المدارس راه الناس راه كتعذب ديالها سمعنا ناس مساكن ماتوا بكثرة التفكير والفقصة عرفتي شحال من وديات تنقص عرفتي شحال من وديه مات اذا وقتاش هاد الناس غادي ياخذوا الحق ديالهم وقتاش هاد الناس غادي يلقاو غادي يخرجوا هاد اللوائح اذا حنا كيف ما كان الحال حنا مازال كيف ما مازال حنايا في وضع اننا كنتسناو الحوار مع السلطات ان بغينا نعرفوا هذا التماطل منين جا هذا التماطل ان اللوائح ما يتسناوش يخرجوا علاش بغينا نعرفوا حنا فقط علاش شنو السبب ياك المسطره بدات من الاول حتى الاخر ياك كملنا اللوائح وبدت فيها الطعونه علاش دابا ما تخرجوا بلاش اللوائح عطيونا اللوائح ديالنا خليونا ديك الساعه حنا نشوفوا فين نتوجهوا ونطلبوا حقنا حنا خلونا مكتفين ما اللوائح تعطاو ما حقنا وفي الاخر كيعيطوا لنا ويقولوا لنا شقه كنشوفوا اسر ديال افراد جيش الوداية اللي خرجوا كراهم 3000 و4000 درهم تقريبا عام وشهرين وما داخلين في الكرا كاين اللي خسر فيهم 30000 درهم غير كرا هذه المده كامله وكنسمعوا ان عيطوا لهم الشقه ويخلصوا 10 هاد المليون اضافيه وبونيس مفيد كيفاش جاكم هذا الخبر هذا؟ لا شوف باش نكونوا منطقيين راه ضحكنا ملي سمعناه تنقولوا واش زعما واش كيتخلاو معنا ولا علينا ما بقيناش عارفين من بعد ما دازت واحد المسطره طويله عريضه وكل شهر تيقولوا لنا صبروا الشهر الجاي وربي اللي عالم كل واحد كيفاش دازت عليه هذا العام وشهرين الناس راه كتسعى بهذا المعنى الناس راه محوزه الناس راه رامية حويجه فقد الناس راه باعت حويجه بهذا المعنى باش تلقى فين تجلس زعما للاسف اننا نلقاو ودي كيناضل وتيوقف ويا ريت كانوا هالمسؤولين كيف ما تضامنا معاكم في الاول وكنا اكثر جوج فخدات اللي كانوا تساهلا مع السلطه وتعاونا مع السلطه لانه من سخط ربينا على حب الوطن وعاش الملك وحنا ديما مع السلطات مني جاو قالوا بانه قرار ملكي وهتكون مشاريع هنا قلنا توكلنا على الله كل فرح وهادشي اللي مشى والدليل ها السلطات واش كانوا شي مشاكل واش كانوا شي اعتراضات واش كانوا شي وقفات ابدا مشينا مع السلطات للاخير وفي الاخير ما بقيناش تنلقاو هانتوما شوفوا هانتوما سولوا هاد الناس كاملين وجه مسؤول واحد قال لنا مالكم اش خصكم حنا كل مره كنجيو في الاخر كاع الى بغيتو تقول لك حنا نسولوا لكم السيمانه الجايه نردوا عليكم الاخت الكريمه بالنسبه للمساطير ديال ملف افراد جيش الوداية قريبا المساطر ديال الملف ديال افراد جيش الوداية تقريبا كنا سمعنا واحد الوقت شهر 12 غادي نسمعوا شي خبر صار وسمعنا انه غتكون شي بشاره خير لافراد جيش الوداية شويه سمعنا شهر 2 حنا دابا كنسمعوا شهر 5 واش نقدروا نقولوا نبقاو واحد العام ولا عام ولا 3 سنين واش افراد جيش الوداية مازال مستعدين يبقاو واحد 3 سنين ولا 4 سنين اخرى في الكرة يا ريت هاد السؤال تطرح الى المسؤولين يا ريت هاد السؤال يتطرح حيت حنا ما عندناش حنا براسنا كنتسناو جواب وحنا براسنا بغينا نعرفوا غير انتاج وحنا انتاج هي اللي كنتسناو الجواب ديالها احنا ما عارفينش حنا ما تيعطيوناش الجواب انا بغيت غير واحد كنتشوف المسؤولين جي عندكم شي مسؤول؟ لا لا ماشي عندنا حتى مسؤول ماشي عندنا حتى شي مسؤول كنسولو فقط بغينا المسؤول غير يقول لينا يطمئنا يقول لينا بان راه المسطره ديالنا بغينا نعرفو حنا اللوائح باش نمشيو نسولو حنا بيدينا نمشيو نسولو على راسنا فين وقفات المسطره عند من اللوائح منين نقدروا نجيبوها حيت راه ما يمكنش مثلا راه بزاف وتنظن ان الدوله ديالنا ما شاء الله ما كنظنوش ان دخلنا شي مشروع بلا ما نكون بزاف مثلا شحال المده يعني تيكون انا كنظن ان هادشي كيكون مقرر على بون زعما مقادين المشاريع ديالهم يعني عارفين شحال ديال الوقت غادي يكون عارفين الناس وقتاش غتخرج لهم اللوائح عارفين عدد الناس عارفين شنو غيكون الوداية ولاد مطاع الله يزيدهم الناس ديال المشروع جا سيدنا الله ينصرو عطا الشطر الاول اكبر اعتراف من سيدنا نهار اللي جا ولاد مطاع هذاك اكبر اعتراف بالوداية هو اكبر واحد سيدنا الله ينصرو اللي قال ان الاراضي السلاليه خاص الناس تعود فيها وهذا هذه اكثر حاجه اللي كتكفينا
واش نقدروا نشوفوا الشطر الثاني الا بغى الله الافراد ديال الوداي اللي عاناو وتسناو وصبروا وسهلوا العمليه ديال الهدم وشفنا كيفاش كانت الاجواء ديالنا. املنا في الله وفي الوطن ديالنا كبير، حنا ما فاقديش الامل نهائيا. حنا الى وقفنا اليوم جينا فهمنا كنبغيو غير نوصلوا صوتنا، بقينا غير يتفتح مجال الحوار. حنا ما طالبينش اكثر من هادشي، الوداي ديال الناس ناس مسالمين، ما غاديش يجاوبوا عليهم المره الاولى بالضحك والفرح. حتى حنا بغينا نتكات، حنا بغينا نخدموا معانا الجزائريه ميسرين مع السلطه، وكان هادشي مش هذا هو جزاء باش هذا هو جزاء الوداي. حنا واقفين هنايا واقفين واش عرفتيني الناس راه كانت عايشة من أرضها، الناس راه كانت أكالة محلات، وفي نظرك هاد الناس اللي تهجروا، ما عندناش ياكلوا، واش حنا ما فكرناش بأنها الناس غتشرد؟ راه ما يمكنش، ما يمكنش نكونوا جينا صافي غير باش تبان بأن الأرض كويس، وفي الأخر صافي تضر راسها، راه ما يمكنش، راه حنا دولة الحق والقانون، راه حنا دولة اللي كتناشد بحقوق الإنسان، راه حنا دولة اللي كتناشد بحقوق المرأة. ما يمكنش، واش ماشي عيبات ديالك كانوا يجيو بينا مناشرين ومنا وهاد الرجال تبارك الله من 60 عام الفوق وشادينهم هنا مساكن تاهما تيتسناو. حنا لحد الان باقيين كنقولوا وباقيين امنوا في السلطات انها تفتح باب الحوار لينا وتعطينا تقول لينا تعطينا المواقيت والمواعيد ديال كل حاجه، تقول لي تخرج لنا اللوائح النهائيه. حيت حنا غير المده راه من شهر 12 وشهر 5 دابا كنتسناو، راه بزاف، راه زعما لا فكرنا فيها لا كنا كنقولوا ان الواحد كيصور غير السميت تياخذ غير 3000 درهم في الشهر، راه في نظرك شحال غيكون كاري؟ شحال غيعيش؟ باش غادي يشرب؟ شنو غياكل؟ باش غيخلص لنا وضو؟ كيفاش كتشوفوا المآه ديال هذا الملف هذا في هذه المعاناه كامله وخصوصا حنا على ابواب عيد الاضحى؟ شوف كنتسناو حنا كيف ما قلنا حنا فاتحين المجال، حنا هذا طلب للحوار مع السلطات، حنا ما بقيناش بغينا نسمعوا من السلطات راه الملف ديالكم تسناو شويه صبروا، حيت ما يمكنش تصبر على شي حاجه ما عندكش الموعد ديالها، وهذا لو لنا واحد 3 شهور 4 شهور عندكم من هنا العام ونكونوا باردين وعارفين راسنا من، وما يمكنش حنا فين ما كنمشيو نسولوا اللي سولتي تيقول لنا ما عنديش الملف ديالكم، اللوائح باقا ما تسناوش، علاش ما بغاوش يتسناو؟ بغينا هي السادات، علاش ما بغاوش يتسناو؟ مادام كلشي تكمل، عطيونا غير اجوبه، طمنونا، حطوا لنا ورقه في البشويه، حنا ما نصدعوا حتى شي واحد، وقولوا لنا حتى النهار الثاني واجي وخذوا اللوائح ديالكم، وحنا نبينا عليه السلام غادي نصبروا كما صابرين الناس كاملين، ولكن باش نبقاو هكا معميين ما ما عارفينش راسنا فين غاديين ولا شنو كيتسنى، انا راه صعيبه وما يمكنش. الله يحسن العوان لكل واحد. سي حسن.